الكل عدا التيار الصدري والحكمة، احنا ما مشتركين فيها. لا اقصد الكل. ليش؟ ليش؟ لان ما وجود وزير تقنقراط، ماكو شيء اسمه تقنقراط تجيبه وتحطه بالوزارة ويطلع تقنقراط لما يشوف الامر ما يعجبه يستقيل وياخذ مالته وينهزم خارج العراق، ماكو هيش كلام. بعد الكلام انه الكتلة السياسية هي مسؤولة المسؤولية التامة عن اختيار الوزير، وهي مسؤولية عن نجاحه وفشله. وهناك أيضا برنامج بعد 6 أشهر بعد أقرار الحكومة سيكون محاسبة أيضا ومراجعة للحكومة، ويسموها المراجعة المبدئية لهذه الحكومة. وكل هذه الأمور لن توقف الحكومة. احنا اليوم الأهم صار هو انتخاب رئيس الجمهورية. الحكومة لن تتأخر عن 30 يوم، وهذا حتى يعني يبين للجميع، ولن تطول. في خلال هذه الأسبوع ستكون حكومة عراقية جديدة برئاسة السيد السوداني، ولكن ستكون ناقصة بعض الوزارات يمكن استكمالها بعدين. الأهم أن الشارع العراقي اليوم ينتظر موازنة، ينتظر حكومة تغير الحال، وأيضا يحاسب حكومة الذي ادعى أنه أتى بالتغيير وأتى بمعرف شنو، أتى محرر وأتى فاتح والميليشيات تهددني وطلع البوق بالمليارات. هذه ايضا خلي الشعب هاي وين طقت، هاي وين طقت دكتور احمد، هاي وين طقت، هاي وين